الله أكبر الله أكبر. فصل جامع البراء بن مالك في مدينة حريتين أثناء صلاة الجمعة، الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الضحايا. فصل جامع البراء بن مالك في مدينة حريتين بجانب مخفر ونحيد حريتين، الأمر الذي أدى إلى وقوع جرحى في هذا المسجد. القصف جرى أثناء صلاة الجمعة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة حريتين 24/8/2012، استهداف المساجد أثناء صلاة الجمعة. جامع البراء بن مالك لإلحاق أكبر ضرر للناس وإيذاء. وهي القذيفة على وضعها لم تنفجر. الله أكبر الله أكبر، إن الله يحمينا. هذه القذيفة لم تنفجر رغم الخراب والدمار الذي ألحقته بالمسجد. الله أكبر الله أكبر. مدينة حريتين 24/8/2012. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.